أسعد الله مساءكم، أهلا وسهلا، أهلا أهلا أهلا. اليوم تأخرت في شرب القهوة، بسم الله. هذا العسل، إيه العسل لما الحين ما نحصل. الحمد لله جبارة. مسكتني صداع الجيوب الأنفية طول النهار وأنا في الفراش، ما قدرت أقوم. قمت شوي، شربت لي شوربة خضار، بعدين رديت الفراش. الآن تقريبا يعني يقارب أذان العشاء، بدأت بأول مشروب. طبعا ما في منتشر عندهم حليب ماعز، بالإمارات عندهم حليب الإبل، وطبعا هذا اللي أطلبه بالكويت أنا، فهو عندهم هني يعني بنفس اليوم ينشرب أرخص على حسب كل دولة اللي يتوفر فيها. وعندهم أكثر من مزرعة إبل، يعني شركة إنتاج حليب إبل تبيع بالأسواق، عندهم في الكويت ما في. وهذا أيضا يعني ينبه على أن الإبل منتشر بالإمارات بشكل كبير، تربية الإبل، تربية الجمال. وسبحان الله هذا الصداع أوقفني على نقطة. أولا كنت لم أنم أول ليلة بشكل مناسب، ثاني ليلة أيضا أفضل، لكن يعني كون أني سكني البرد في القرية العالمية ما كنت مجهز 100%، لكن أيضا لم أنم بشكل مناسب. والسبب في ذلك ان عندما تنتقل الى مكان جديد واي شيء في تغيير يزيد مستوى التوتر. هذا قرأته في كتاب للدكتور في علم النفس امريكي. اي تغيير تحدث على حياتك، دولة جديدة، مكان جديد تنام فيه، اي تغييرات كبيرة ترفع التوتر بشكل كبير. لذلك انت يجب عليك انك تنتبه لهذا الموضوع. فإذا زاد التوتر النوم راح يكون متقلب متقطع. مكان جديد، أنا يعني كثيرا من ما يعني لا أرتاح حينما لا أنام في فراشي الذي تعودت عليه، إلا إذا أنا قضيت يوم يومين بعد ذلك أتكيف على المكان الجديد. سبحان الله في هذه الرحلة شعرت بأني غير الإنسان الذي كنت فيه بالسفرات السابقة. ليس ناحية أفضل أو غير أفضل، أفضل من ناحية وأسوأ من ناحية. يعني لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، لكن نعم أفضل من ناحية الزهد وأسوأ من ناحية الحماس، لكن سرعان ما استرديت الحماس وشعرت بالحماس يملأني يتأجج فيني. لكن الموضوع التوازن لم يكن على أفضل ما يكون. أنا في عندما كنت في الكويت كنت دوما أكتب ذكرياتي يوميا، أكتب الكثير، أقرأ في التزكية، في الروحانية أو في كتب أيا كانت، أخذ فترات تأمل. وهنا لم يسعفني الوقت، كوني مع أصدقائي، فأظن أن هذا الشيء زاد من توتري، أو يعني لم يعطيني هذا الارتخاء النفسي أو الارتياح النفسي الداخلي والتوازن والاطمئنان، وخصوصا الصلاة. بس أن تنتهي من الفريضة تقوم مباشرة، لم أهتم بالأذكار كما كنت في الكويت. نعم قرأت هنا عندهم قرآن مترجم في كل أغلب فنادق دبي فيها قرآن مترجم، وأغلب اللي يأتون هنا أوروبيين ومن أمريكا الجنوبية والشمالية وما إلى ذلك، آسيويين، فيجدون قرآن مترجم. كثير منهم يسلمون، يعني كثير ما أجد في دبي امرأة قوقازية ومتحجبة، سبحان الله، ويبدو من كلامها وهذا أن هي بريطانية أو ما إلى ذلك. ف
بشكل الله صنيعهم. عموما قرأت من، انا كنت عبالي كان عبالي ان في قرآن ليس مترجم عادي، المهم قرأت من القرآن كذا، لكن ليس كافيا، ليس كافيا. لا اله الا الله. وبدأت يعني بدأت انبهر صراحة في زهوة الحياة الدنيا، بدأت اشعر بقوتي الذاتية لاعتبارات معينة. لكن المرض اللي هو التهاب الجيوب الأنفية، الصداع، كيف انه هو رماني على الفراش متألما، يعني يمكن من الفجر الى قريب المغرب او نهاية العصر، ذكرني بأمر مهم جدا، الا وهو ان مهما كان عندك من اموال، مهما كانت عندك من قوة ذاتية شخصية، مهما كانت عندك من آمال، من طموحات، من او حققت من اهداف وامنيات، فالله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، متحكم بخيوط الامور كلها جميعها، واليه يمد الامر كله. فاذا انت لم ترجع اليه، تعلق قلبك به او ترضيه جل وعلا، فان هذه باقي الامور لم تملك لها اي قيمه، مجرد ما انه هو مجرد ما انه يخلي بينك وبين نفسك. انا عندي الجيوب من زمان، طب سبب ضربه على الانف في يمكن عمري 23 او كذا، سببت الانحراف، كان طاح علي البار، كنت انا قاعد العب بالبار اللي كنت ماني ماكل، مو ماكل ولا شاب شيء، وكنت العب بهذا البار اللي يكون ريلك فوق راسك تحت، الظاهر انه صب الدم في راسي، ما كنت مركز، ما ادري، المهم انك كنت حاط 85 بار 85، وسقط على خشمي البار وسبب انحراف. وهذا من الاشياء اللي يعني عززت الجيوب الانفية عندي. عموما اذا صكني برد بسرعه اتالم، ف مجرد ان الله يخلي بيني وبين نفسي هكذا اتهزأ اتمسخر. بعض الناس سيقول طيب ما علاقة هذا علاقة عبادتك بالله؟ هو الامر كله، لان يعني احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، عرف الله بالرخاء يعرفك بالشدة. فالمقصد بان انت مهما بلغت من قوة ومال، والله لو تقفون كل مستشفيات العالم فوق رأسك ما يقدرون يزيلون صداع إلا بتبهذل منك أنت وعواقب أسوأ. العفو والعافية أثمن، كما قال صلى الله عليه وسلم، ما رزق العبد، ما رزق أحد أكثر من العفو والعافية، وهذه شهادة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل شيء. فالآن أنا لدي أموال، لدي قوة شخصية وذاتية وكذا، شبدت بس علي، شبت علي الجيوب الأنفية، لا أستطيع أتحرك، لا أستطيع أكل، لا أستطيع. أول كوب هو في المساء، يعني شوف مساء، أول كوب في المساء، وليس عهدي أنا بذلك، ولولا فضل الله علي لم أستطع أن يذهب الصداع. فما المعنى أو ما العبرة من أن يكون عندك أموال، يكون عندك قوة ذاتية، لا تستطيع أنك أنت تزيل الصداع من نفسك إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى. فالعفو والعافية أهم ما رزق العبد. أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، صوت ما شاء الله رخيم. أعظم ما رزق العبد العفو والعافية. وأيضا حينما بدأت يعني أذكر الله، بدأت طبعا هذا المرض دوما يقودك إلى الله، أو أي ابتلاء مالي نفسي جسدي أيا كان يقودك إلى الله سبحانه وتعالى. بدأت أرجع أذكر الله، شعرت بارتياح عظيم، التوتر الذي كان موجود مرافق معي من أول ما سافرت بدأ، يعني أقول سبحان الله أين كنت أنا من ذكر الله. من الأسف أني ما أتيت بكتب التزكية، ما أتيت معي بكتب التزكية،
فجبت معي كتب انجليزي، كتابين انجليزي بالانجليزي. قلت ان بسفر وكذا ليس جوك تزكية وكذا، اخطأت طبعا. احتاج هذه الامور مثل الغذاء، غذاء الروح، غذاء الروح. يعني كما قال احدهم، ان كما ان الجسد يحتاج الى غذاء، فان الروح تحتاج الى غذاء، وهذا هو غذاء الروح. فقط يعني ما الذي ايضا كنت اريد ان اقوله. نعم، عليك انك انت تعرف نفسك، تفهم نفسك، تلتفت لها، تعطيها من الغذاء الروحي، تقربها من باريها وخالقها وربها. من تهتم بجسدك تهتم بصحتك. يعني انا ذكرت في احد في فيديو او فيديوهين ان اعظم واولى ما عليك عمله بعد تقوى الله والعودة اليه الصحة والعافية. انك انت تاخذ عفو من الله سبحانه وتعالى وعافية ونوفاب، خلاص تم لك الصواب ودخلت جنة رب الأرباب في الدنيا والآخرة مع مغفرة الغفور التواب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلنا نختمها بقافية. ما استغفر مستغفر وتاب عاصيا وعناب.